باش ناخذوا راي السيد توفيق الشابي عضو الجامعه العامه للتعليم الاساسي. سي توفيق الشابي مرحبا بك على اذاعه الحياه فهم. مرحبا بك وبكافه المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول دعوه معايا في البلاتو سي فتحي صغيره محلل سياسي. مرحبا احترامات يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك. مرحبا استاذي عايش. سي توفيق شفنا ماراثون من المفاوضات الجلسات التفاوضيه سواء مع الثانوي او مع الاساسي. اليوم يتم امضاء محضر اتفاق بين الطرفين الثانوي والتربيه. في المقابل التعليم الاساسي يعني ما تمش التطرق للمسائل الماديه في المفاوضات مع وزاره التربيه. كنت نجم تعطينا تعليق ساعة على الاتفاق اللي صار بين الثانوي والتربيه وشنو يعني هل يحرج هذا أو هل يضع نقابة الأساسي ربما في إحراج لأنه تم تسوية الأوضاع في الثانوي الأمور باش ترجع إلى نصابها والأساسي ما زال متمسك بحجب الأعداد للثلاثية الثلاث؟ هو نبارك للأساتذة توصلهم إلى اتفاق وتقييم الاتفاق في الحقيقة هو من صلاحيات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي و طالما انها تبنتها معناها انها ترى انه لبى الحد الادنى من انتظارات المدرسين. اما انه وصولهم الى اتفاق يحرج الجامعه العامه للتعليم الاساسي لا اظن ذلك بل يحرج سلطه الاشراف لانها توخت سياسه الكيل بمكيالين لان المفاوضات بالنسبه للتعليم الأساسي توقفت آخر جلسة كانت يوم 3 ماي ولم تقدم مقترحات وإنما كانت مفاوضات حول المتخلدات سواء تفعيل محضر اتفاق 16 نوفمبر واللجان اللي يفترض تكون أنها تشغالها واللي مازالت إلى حد الآن أو محضر جلسة 1 مارس 2021 واللي أصبحنا نتفاوض في مخرجاته يعني وقع الالتفاف عليه. بالعكس أن يعني من جانب واحد يعني يتم لانه احنا نعتبر ان افضل حل وخير السبل لحل المشاكل هو التفاوض ان توقف المفاوضات من جانب واحد هذا ما يحرجناش نحن بالعكس هذا يعطي يعني مزيد من الدعم ويأجز اكثر المعلمين ويخلي اكثر المعلمين يعني متمسكين بمطالبهم ومقدمين على انجاح كل المحطات النضالية لأن يحس روحهم أن وقعت إهانتهم والاستخفاف بمطالبهم من وزارة التربية. وبطبيعة ما ترش سي توفيق أنه ملف البكالوريا يعني وحجم امتحانات البكالوريا نجم يرجح الكفة ويساعد على التواصل ولا التسريع بالاتفاق مع الثانوي؟ يعني وزارة التربية اللي عنده وسيلة ضغط أكثر يعني تستجيب لي وهذا مش هو منصف لانك انت عندك قطاعات يعني تخوض في نفس المحطات النضاليه وتقريبا عندها رغم خصوصيات عندها مطالب يعني اذا كان انت تلبي قطاع وما تلبيش قطاع رغم احنا كيف قلت لك راهو بالعكس نفرع على اي قطاع حقق مكتسبات اما انك تتنكر لي مطالب قطاع التعليم الاساسي ايش معناها؟ معناها ان كيف قلت لك هذا ما يزيدنا كان اصرار وكان عزم على انجاح محطاتنا النضاليه وايضا انك انت يا وزاره التربيه تحب تزيد ترحل المعركه والاحتجاج والتحركات الى السنه القادمه يعني وهذا 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 نراه يعني ضرب ممنهج للمنظومه العموميه و للمدرسة العمومية بصفة عامة في الوقت اللي نعتبره فيه أفضل خيار هو المفاوضات وزارة التربية تتذكروا أصدرت البيان اللي هو يوم 15 ماي واللي فيه كثير من المغالطات وفيه يعني تأليب للرأي العام على المدرسين إلى غير ذلك بطبيعة الحال يعني هي توخت سياسة الهروب الى الامام احنا ما علينا كان ان نتمسك بقرارات سلطه القرار وهذاك علاش انه الهيئه الاداريه في اتخاذها للقرارات اللي متمثله في يعني مواصله حجب الاعداد بالنسبه للثلاثي الاول والثاني والثالث والوقفات الاحتجاجيه الجهويه ويوم الغضب الجامعه العامه اجتمعت وضبطت روزنامه
ضبطة أقاليم ورزنامة لي يعني تنفيذ الوقفات الاحتجازية اليوم من تلقي يعني إقليم الجنوب اللي ضم 6 ولايات جابس وقفصة وتوزر وتطاوين وبلي ومدين ووقفة بساعة في كافة المدارس في هذه الأقاليم ثم تجمعات في المندوبيات الجهوية والإقليم الثاني الشمال يوم 25 الإقليم الثالث يعني الساحل يوم 26 والأقليم الأخير تونس الكبرى مع بنزرة ونابل يكون يوم 30 وعلى إثر هذا سيحدد تاريخ يوم الغضب الوطني يعني اللي دفاعا عن مطالب القطاع و سي توفيق اليوم زيدا نحب نسألك على السيناريوهات المطروحة اليوم أمام توقف المفاوضات بين الأساسي وبين التربية، شنو السيناريوهات الممكنة خاصة وأن الوزارة يعني تقول لك حجب الأعداد سيقابله حجب الأجور؟ احنا بالنسبة لنا ساعة التهديد هذا انت حجب الأجور إلى غير ذلك لا ولن يخيفنا ولن يربكنا، ثم إذا كان تحت على حجب الأعداد حجب الأجور شبيك ما حجبتش الأجور من اللي انطلقت حجب الأعداد من الثلاثي الأول في الثلاثي الثاني إلى غير ذلك لينا وللتعليم الثانوي وهذا، لأن احنا أنجزنا يعني لم نحرم أبنائنا التلاميذ من حقهم في التمدرس. بالنسبة للتقييم عددنا الاختبارات وأنجزناها وأصلحناها ويعني مكننا الأبناء من الأعداد إلى غير ذلك، فعن أي حجب يتحدثون؟ إذا حجب الأعداد هذاك وسيلة توخّتها الهيئة الإدارية للضغط على وزارة التربية للتفاوض الجدي والمسؤول. هذا هو السيناريوهات أي واضح السيناريوهات والمطروحة شنو سنة بيضاء ارتقاء آلي هذا تسأل عليه وزارة التربية. احنا نعتبر ان ما تبقى من السنة الدراسية لان الامتحانات الشفوية تنطلق من 2 لـ8 جوان ثم من 9 إلى 5 جوان امتحانات كتابية، احنا نعتبر ان اذا كان وزارة التربية جادة في التفاوض وتكون تقدم مقترحات يعني يمكن يقع التفاعل معها إيجابا إلى غير ذلك قادرين أن نتوصل إلى حلول، أما أن هي ترفض ذلك فالخيارات لها هي يعني نحن لا نحبذ هكذا يعني سيناريوهات، ولكن وزارة التربية هي المسؤولة عن كل سيناريو للتفاوض. سي توفيق شكرا على كل هذه المعلومات. نحن من حيث المبدأ اولا معناها الوزارة وزارة واحدة والقطاع قطاع واحد، ويلزم معناها سلطة الاشراف بصفة عامة يلزمها تنظر للقطاع معناها نظرة ديما عامة وشاملة حتى في مجال ولا فيما يخص معناها المفاوضات معناها الاجتماعية بشكل عام، والتفاوض هو الأساس معناها من أجل الوصول إلى حلول. لكن هل لا تعتقدون أن بالنسبة للوزارة وهذه ربما تكون معناها في إطار مناورة تعتقد أن السنة الدراسية بالنسبة للتعليم الأساسي انتهت؟ علاش؟ لأن ما ثماشي أونجو كما يقولوها، ما ثماشي معناها حاجة اللي تكتسي نوعا ما من الخطورة في المسألة. علاش؟ حتى منظرة السيزيام معناها اختيارية يظهر لي حسب ما نعرف. بالنسبة لهم ربما يعتقدون أن السنة، ولذلك معناها ذاك علاش جات مسألة الترحيل إلى السنة الدراسية. أقول لك لا، معناها ما نقولكش لا فهمتني حل وسط، ولكن نحن نقبل معناها بالمطالب لكن نؤجل النظر فيها إلى السنة المقبلة. رأيك في هذه النظرة ربما ولا هذه المناورة؟ هذه المناورة هذه فيها استخفاف بقطاع كامل بالمعلمين وبمطالب نتاعهم، وفيها أيضا زيادة راهي نظرة دونية للتعليم الأساسي، لأنه إذا كان بالعقلية هذه إذا كان أنت تحب تبني جيل المستقبل وتحب تبني يعني عنصر اللي هو مش يكون رجل المستقبل ورجل الغد وتبنيه من الأساسي، ما هو أساسي فهو أساسي بالفعل، لأنك ملامح الشخصية اللي تحب تكونها واللي تحب
يكون عليها المواطن التونسي في المستقبل تبنيه في المراحل الأولى في التعلم نتاعو، إلا إذا كان ناس تتجاهل ذلك فلها الخيار. و يعني أنك تعتبر أن كأن السنة الدراسية انتهت بالنسبة للأساسي، هذا خاطئ، لأن مش نجاحها كل ارتقائي كما صار في 2015، تروا عندك إشكال حتى في استيعابهم في المؤسسات، يعني في الإعداديات إلى غير ذلك، ثم تفقد للتقييم قيمته في الابتدائي في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. ويعني هذا من شأنه أنه يأزم الوضع أكثر، ومن شأنه أنه يضرب المنظومة أكثر، ومن شأنه أنه يخلي التلميذ أنه ما هوش متحفز أكثر. وبطبيعة الحال هذا عنده انعكاس سلبي وسلبي جدا، وأيضا في نفس الوقت يزيد يأجز قطاع كامل اللي يعد أكثر من 74 ألف مدرس، ويعتبر أن الوزارة يعني تستهان به، وأن الوزارة متخفى بالمطالب نتاعو، ومش يزيد يتمسك أكثر بالمطالب نتاعو بالأشكال النضالية. وكيف قلت سترحل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية، وهكاك يولي كل سنة كيف ما حدث في مفتتح السنة الدراسية، كل سنة تصير تحركات، وهذا من شأنه أنه يضرب المدرسة العمومية ويضرب المنظومة العمومية بصفة عامة. سي توفيق، من هذا من وجهة النظر هذه، معناها باعتبار كونه التعليم يبدأ من الأسس، معناها الأولى نتاعو، معناها أو لا يكون الأسس، معناها عندها قيمتها وعندها، هل تعتقدون أن زاد معناها كما دخل السيد نور الدين طبوبي أمين عام المنظمة، وحتى دخل حتى السيد رئيس الجمهورية قال يلزم معناها وضع حد لمسألة هذه حجب الأعداد، تتوقعش تدخل خاصة من أعلى هرم المنظمة في هذا الشأن؟ احنا بالنسبة لنا كل من له يعني باع، وكل من له يعني تأثير في حلحلة الواقع، سواء من الأخلامين العام المنظمة، سواء من أعلى هرم في السلطة، سواء من رئاسة الحكومة لإيجاد خارج لتسويه الوضعيات هذه، من نجم كان نوه بيه ونرحب بيه، يعني ما ناس يعني عكس ذلك. ولكن نحب التفاوض يكون بين الجامعة العامة ووزارة التربية، باعتبار أن الممثل الشرعي والوحيد لقطاع التعليم الأساسي الجامعة العامة للتعليم الأساسي. بنختم معك سي توفيق بسؤال على الساعات القادمة ولا الأيام القادمة، فمش بوادر لجلسة تفاوضية، ننتظر دعوة من وزارة التربية مثلا للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى لتذليل هالفوارق وإلا لتقريب وجهة النظر بين النقابة الأساسي ووزارة التربية؟ بطبيعة الحال احنا على أتم الاستعداد ليلا صباحا مساء في أي وقت نستدعى فيه للتفاوض، نحن جاهزون لذلك. ولكن المسؤول على الدعوة للتفاوض والمعمول به والتقاليد به أن وزارة التربية يعني تتصل بالأخ الأمين العام مكلف الوظيفة العمومية كتابيا وتحدد يعني تاريخ جلسة التفاوض. نرجو أن تثوب الوزارة إلى رشدها، وأن تعجل في جلسات التفاوض حتى ممكن أن نضع حد لهذا التوتر ولهذا الإشكال. واضح. السيد توفيق شابي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل.